المسجد الأقصى هو بيت الله سبحانه وتعالى وقبلة الأنبياء السابقين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلة المسلمين الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيت شرفه الله في السماوات وفي الأرض، هذا المسجد العظيم، المسجد الأقصى الذي أسري إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. المسجد الأقصى قام سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة، بناء على رأي من سيدنا عمر الراشدي الفاروق الخليفة الثاني لأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، بالذهاب لفتح المسجد الأقصى وبلاد الشام. فما كان منه إلا أن حاصر المسجد الأقصى أو فلسطين 6 أشهر، ثم بعد ذلك جاء إليه الخبر من القسيس الذي كان في المسجد الأقصى صفرانيوس، وقال له: لن أسلمك مفتاح المسجد الأقصى إلا للخليفة الراشدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وبالفعل تم هذا الأمر، وجاء عمر بن الخطاب الراشدي إلى هذا المكان العظيم وفتح المسجد الأقصى، وأصبح تحت يدي المسلمين في حلقة من حلقات الصراع بين الدولة الإسلامية والدولة الرومانية، وأصبح المسجد الأقصى المسجد العظيم الذي تحن إليه القلوب. ومن هنا وفي هذا اليوم في يوم 13 رمضان سنة 16 هجرية تم السيطرة على هذا المكان تحت حكم الإسلام والمسلمين. ومن هنا أيضا أتوجه إلى المرابطين في المسجد الأقصى، أقول لهم: الله الله معكم في كل ما تفعلون أيها المرابطون، حافظوا على شرفنا وعلى قبلتنا وعلى مصرى رسولنا صلى الله عليه وسلم. عسى الله سبحانه وتعالى أن يفتح على أيديكم الخير كله لأمة الإسلام والمسلمين.